40% من سكان المغرب عايشين في الباديه اللي كتعاني من اهمال تعليم البنات. حتى اللي البنات في الباديه غادي يبقاو محرومين من حقهم في التمدرس. واش الحق في التمدرس ماشي من الحقوق الاساسيه للانسان؟ اذا كان نعم اجيو نضلوا جميع من اجل حق الفتاه القرويه في التمدرس. التمدرس حق وقتاش يتحقق؟